علينا الدكتور أحمد الزيات، بننبه على الناس إن إحنا بنسجل المحاضرة علشان لو حصل أي انقطاع في الإنترنت أو أي مشكلة تقنية إن شاء الله يقدر يرجع للمحاضرة في أي وقت. لينكات الأربع جروبات، الأربع محاضرات السابقة على المحاضرة دي موجودة على اليوتيوب، وتم مشاركتها مع حضراتكم في جروبات الواتساب. حابين نشكر زي ما شكرنا الدكتور أحمد الزيات الحقيقة على سعة صدره وعلى وقته وعلى جهده ومعلوماته. حابين نشكر المهندس خضر إبراهيم، شركة سول ووتر، الشركة الراعية لهذه الورش المجانية. إن شاء الله بإذن الله دي هتكون الورشة الخامسة والأخيرة في تصميم محطات الصرف الصحي، وبعدها إن شاء الله بإذن الله الدكتور أحمد هيعلن لحضراتكم دلوقتي عن دبلومة متكاملة في معالجة أو تصميم محطات الصرف الصحي. إن شاء الله ناخد تفاصيلها من الدكتور أحمد. أعتقد العدد دلوقتي يسمح إن احنا نبتدي مع الدكتور أحمد. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم بسم السلام. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم الذي علم المتعلمين والمعلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أزف إليكم بشرى بإذن الله تعالى، وهو عن بدء إطلاق الدبلومة التطبيقية لأنظمة المياه والصرف الصحي، أو ما يسمى بالأبلايد دبلومة إن ووتر أند ويست ووتر سيستم. طبعاً إن شاء الله الدبلومة التطبيقية سوف تكون على ثلاث مستويات، 3 ليفلز. الأول، المستوى الأول هو تخطيط وتصميم البنية التحتية الخاصة بمياه الشرب ومرافقها، وسوف تتضمن هذه الدورة كيفية عمل الدراسات الديموغرافية وبالإضافة للدراسات البيئية والماستر بلانينج، بالإضافة لتصميم محطات ضخ مياه الشرب وطبعا ما يلحق بها من أكسسوارز، وإن شاء الله نأخذ جزءا عن تصميم شبكات المياه وننتقل إلى محطات مياه تنقية المياه السطحية بمعنى surface water water treatment. المستوى الثاني بعد اجتياز المستوى الأول، أو من هو عنده قابلية للالتحاق بالمستوى الثاني مباشرة، فسوف يكون عن نظام تجميع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي، يعني يبقى collection و treatment و disposal. وطبعا دوت هيبقى فيه بعض الأمثلة الخاصة عن الدراسات اللي تمت لبعض المدن والمخططات اللي تم إعدادها والنماذج الهيدروليكية الخاصة بالتصميم، بالإضافة لأنظمة المعالجة اللي تم استخدامها في هذه الأنظمة. ثم بعد ذلك يتم التقييم بعد انتهاء هذا المستوى والانتقال للمستوى الثالث، والمستوى الثالث سوف يكون بإذن الله عن الصرف الصناعي، يعني سوف نؤتي قسطا كبيرا في هذا المستوى عن الاندستريال ويست ووتر وما هي الابلكيشن التي تتفق مع كل ناتج من كل منتج صناعي، بمعنى يعني صناعات الاسباغ او التينرز او صناعات الالبان او صناعات اللحوم وما خلاف ذلك. طبعا الدوره نتيجه لوقت الاخوه سوف تعقد خلال الأيام الأخيرة من كل أسبوع ليومي الجمعة ويوم السبت، ويتم بعد ذلك خلال الأسبوع مراجعة تفاصيل ما تم سبقه في الأسبوع الأول، ثم ننتقل للأسبوع الثاني نكمل الدورة بإذن الله. طبعاً يجب التنويه أن الغرض من الدبلومة التطبيقية هو إعداد المخطط قبل المصمم، ولازم احنا الحقيقه نركز على موضوع التخطيط، لان النهارده التخطيط ياتي ثماره في دراسات الجدوى ودراسات الهندسه القيميه او ما يسمى بالفاليو انجينيرنج، لان احنا بنجد بعض المشاريع بتقف عند مرحله الطرح نتيجه لعدم استيفاء المتطلبات التصميم للتصميم الوظيفي او ما يسمى بالفانكشنال ديزاين.
يعني أن المشروع لا يحقق الغرض الذي تم طرح المشروع من أجله. هذه الدبلومة إن شاء الله سوف تكون ثلاث مستويات، وإن شاء الله يكون لنا باع في إمكانية أن يكون لهذه الدبلومة مصدر لي بإذن الله للتوثيق، وإن شاء الله مصدر للحصول على الشهادات بعد الانتهاء، بما يفيد المتدرب أن يلحق بأي مجال في عمله تفيده في اكتساب الخبرات، وتضيف له أيضا في باع في المجال التطبيقي والخبرات. فدوت كان نبذة بسيطة عن الدبلومة التطبيقية لأنظمة المياه والصرف الصحي، أو Applied Diploma for Water and Wastewater Planning, Design and Operation. طبعاً بقى في جزء أخير عن الOperational Problems والOperational Programs، اللي هي البرامج اللي بيتم فيها مراقبة التشغيل والحصول على النتائج، سواء كانت نتائج خطوط الترانسميشنز أو نتائج خطوط محطات البامبينج ستيشن أو نتائج الووتر أو الويست ووتر تريتمنت سيستم، ومدى مطابقة المياه المنتجة للقوانين البيئية أو القوانين الخاصة بالصحة العامة داخل نطاق كل قطر من هذه الأقطار. وإن شاء الله سوف نعلن عن الدوكيومنتيشن بإذن الله، وندعو الله أن يتم لنا هذا العمل في رضاه، وأن يكون هذا العمل إضافة جديدة من خلال المنتدى، وبكم بإذن الله يعني يحدث التقدم ويحدث إن شاء الله القيمة المضافة من هذه الدورات. إن شاء الله النهاردة الورشة العمل هي سوف تكون الورشة الأخيرة ضمن مجموعة الورشات الورش الخمس التي تم إعدادها لتنظيم أنظمة المعالجة البيولوجية. يعني احنا أخذنا في يعني كسمري للإخوة اللي هم لم يحضروا من قبل ما يسمى بالديناميك سيميوليشن في الورشة الأولى، وأتبعت المحاكاة الديناميكية، أتبعها الورشة الثانية لنظام الباي وين، إزاي نستخدم سيميوليتور أو محاكي يتنبأ بجودة المية وعمليات المعالجة ونتائجها، وأتبع بعد ذلك الآيكياس اللي هو أحد الأنظمة الشهيرة لأكبر محطة 180 ألف متر مكعب بالحسابات التصميمية، وأتبع بعد ذلك الدخول في MBBR أو الاتاتشد جروس للموفينج بيد دراي رياكتور، وقد أخذنا ورشتين لكلا من الورشة الأولى للMBBR Basics and Fundamentals والكونسبت، وبعدين أكملنا في الحلقة السابقة ما يسمى بتصميم الـ MBBR بناء على السنجل BOD Removal with Nitrification، وشوفنا معدلات الإزالة. النهاردة بإذن الله تعالى يعني سوف نكمل هذا التوبيك بالإضافة أنواع Retrofitting أو ما يسمى بالنظام المتكامل. والنظام المتكامل الغرض منه أن احنا لو كان هناك محطة قائمة، كيف لنا أن ندمج المحطة القائمة التي تعمل بنظام الحمأة المنشطة مع نظام الاتاتشد جروث، يعني اكتيفيت سلج وندخل عليه كارير، والكارير ده هيبقى من نمو المتلاصق أو الديناميك كارير، وننمي عليه من البكتيريا، فبالتالي يصبح النظام يستوعب أحمال إضافية كبيرة. طبعاً الغرض من الإخوة اللي هم لم يحضروا يستطيعوا أن هم يقوموا بموضوع مراجعة الورش السابقة. نأمل من الإخوة طبعاً المعدلات اللي تم نشرها في الورشة السابقة اللي هي الخاصة بالspecific area أو الخاصة بالloading rate أو حتى الفوليومتريك أو الفيلينج ريشيو الفويدز ريشيو، يجب أن أنت تراجع المثال ده، لأن هذا المثال طبعا هيأتي بنا أن احنا لابد نعرف نصمم السيستم بتاع MBBR مع السيستم بتاع الآيفاس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده نبدأ مع بعض. طبعا الجزء اللي هو الخاص بالانتجريتد فيكس بايو رياكتور،
وطبعا نستهل هذا بآيات من الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من الماء كل شيء حي ونجد أننا في هذا الماء أسرار وأسرار ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا النهاردة يعني نستهل هذا اليوم المبارك الذي أتبع غرة ذي القعدة، ولابد من ذكر أن ذي القعدة هو من الأشهر الحرم الأربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بمعنى أن هذا الشهر لابد أن نستهل شهر ذي القعدة أن نتوب عن المعاصي وأن يكون هذا الشهر حرمة لنا من كل ذنب. إن شاء الله نجد في هذه الورشة أيضا مثال عن كيس ستادي، الحقيقة جمعت لكم بعض يعني حالات الدراسة اللي هي تشمل تطبيقات تم تشغيلها بالفعل للآيفاس. طبعا الآيفاس اختصار Integrated Fixed Film Activated Sludge، وكلمة طبعا Integrated يعني سيستم يتم دمجه مع سيستم تاني، يعني موضوع الانتجريشن لما تقراه في اي ابلكيشن الغرض منه ان احنا نعلم من ذلك ان هو يكون ادماج لسيستم مع سيستم تاني. طيب طبعا هنجد ان الانتجريتد هنا هيكون مع الاكتيفيت سلادج، واي نوع من الاكتيفيت سلادج الحقيقه هو الكونفنشنال اكتيفيتد سلادج سيستم، بمعنى ان هناك ارجاع للحمأة التي سوف يتم تنشيطها خلال الدورة اللي هي بنسميها الـ RAS أو ما يسمى بمزج Return Sludge مع Substrate وإنتاج ما يسمى بالميكسد ليكر Suspended Solid. طبعاً إحنا نعلم أن بعلم الله ومن أن هذه التكنولوجي سواء كان Activated Sludge ما هو Block Flow وما هو Complete Mix. طبعا البلاك فلو والكومبليت ميكس كل ليها كونفيجريشن مختلفه، بمعنى لما يكون الرياكتور او حوض التهويه هو عباره عن حوض طولي يتم من خلاله امتزاج البكتيريا التي يتم ارجاعها من خزان الترسيب النهائي مع الاحمال العضويه الداخله الى الرياكتور او المفاعل او حوض التهويه. طبعا هنا حوض التهويه لابد ان نعلم اذا تم مزج هذه الكتله مزجا عن طريق الميكسرز او ما خلافه من الهيدروليك بروبارشن انرجي فسوف ينتج عندنا ما يسمى بالكومبليت ميكس. اذا تم وضع ميديا اخرى في السيستم خلاف ما يسمى بالبايوماس سسبندد او معلقه، بمعنى أن البكتيريا يكون السيستم في وضع قائم، البكتيريا في وضع معلق مع السبستريت ما يسمى بالخليط الممتزج أو المزيج. طبعا لابد أن البيزكس بتاع الأكتيفيت سلاج لابد أن أنت تكون ملم بيها، أن الميكس الليكر سسبندد سوليد هو عبارة عن الـ RAS مع الـ SS اللي داخل السيستم بعد الايه بعد البرايمري كلاريفاير او لو اكستندد ايريشن اللي داخله مباشره بعد الانلت ووركس. طبعا السيستم هنا لابد ان يكون لك اتزان ما بين الاتاتش جروث وما بين السسبندد جروث، يعني لابد ان احنا نعمل عمليه الفوليومتريك برودكتيفيتي بتاع السيستم مع الام ال اس اس ونشوف الليفلز بتاع البرودكتيفيتي ويذين الفوليوم عشان ما يحصلش انترفيرنس بين الايه اتنين سيستم. لو بصينا في هذا الرسم هنلاقي ان هذا الرسم سكيماتيك يوضح ان هو من الكلاريفاير او من حوض الترسيب النهائي الفاينل سيتلينج تانك بيتم ارجاع الحمأة الى ما قبل الدخول على الايريشن تانك او ما يسمى بالبروسيس رياكتور. طبعا البروسيس رياكتور هنا في هذه الحاله لابد ان يكون ديفيوز اير سيستم، يعني ما ينفعش واحد يجيب سيرفيس رياكتورز ويشغلها على الكارير. يبقى اذا الكونفنشنال سيستم لو عاوز عندك محطه معالجه حمأة منشطه تقليديه تعمل بالسيرفيس رياكتور لابد عشان يتم عمل انتجريشن مع
الايفاس سيستم تحول السيرفيس اريشن لديفيوز اير سيستم، لان الكاريرز اللي هي الديناميك كاريرز تعمل من خلال الانتشار للهواء من اسفل وعمليه السيركيوليشن عن طريق الموفمنت بتاع البابلز within البالك فوليوم. طيب الحاجه الثانيه لابد لازم تعرف، انت عندك كيو ريتير وعندك كيو ان وعندك جوه الحوض بايوماس وعندك طبعا السيرفيس اريا اللي بينمو عليها البايوماس وعندك الفوليوم اللي معلق في اللي هو ما يسمى بالريتيرن بكتيريا او السسبندد. لو احنا بصينا مثلا احد التطبيقات هنجد اوكسيديشن ديتش، وهذا الاوكسيديشن ديتش تم وضعه في الكارير مع الديفيوز دي سيستم. ولو نيجي نبص في الخروج على الافلونت هنلاقي ان النوع بتاع اللي هو ما يسمى بالووتر كونفيجريشن هنلاقيها ان هي داخله في ما يسمى بالستريمينج، يعني عامله ستريمينج مع الاوتلت. فبالتالي موضوع الانتجريشن بتاع السيستم لابد لاكون هناك زي نوع من الفصل ما بين الاوتلت زون اللي هي بيخرج منها الافلوانس وما بين السيبريشن او الجزء الفاصل ما بين الكارير وما بين الاوتلت وير زي ما بينا في الورشه السابقه. برضو هنا لو جينا بصينا نقدر ندمج الايفاس برضو مع الاي تو او سيستم، يعني مثلا لو عندي سيستم اي او كلمه اي يقصد بيها اللاهوائي او اللي بنسميها الانأروبيك، يبقى اول ما بلاقي حرف اي في اي سيستم يبقى دي عباره عن ابريفيشن لتر لما يسمى بالانيروبيك. لو لقيت كلمه او يبقى المقصود بيها اوكسيك. اوكسيك يعني ايه؟ يعني اريشن. يعني لو عرفنا الاوكسيك اللي هو فيه الاو او بي اللي هو الايه البكتيريا اللي هي الاوكسيدايزنج بكتيريا اللي بتنمو في وسط من الاكسجين لا يقل عن 1.5 ملي جرام بالليتر. اما الانيروبيك اللاهوائي اللي هو بيبقى نيل، بيبقى ايه نيل دي او يعني لا يوجد اي من المحتوى الاكسجيني المذاب. لو قيت كلمه اي ان، الاي ان يقصد بيها يا جماعه هنا الانوكسيك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانوكسيك عباره عن، خلي بالك الانوكسيك ده بيسبب بعض التدخلات لبعض الناس. هو الغرض من الانوكسيك ايه؟ الغرض من الانوكسيك لازم تفهم الموضوع ده مهم جدا، ان الغرض من الانوكسيك يا جماعه انك انت تعمل ما يسمى بتنميه لبكتيريا تسمى الديناتريفايرز بكتيريا. الله، يعني معنى ذلك ان لكل بيئه عوامل نمو، وهذه العوامل التي تسمى جروث فاكتور بتنشط انواع من البكتيريا سبيشيز معينه تلائم طبيعه العمليه البيولوجيه اللي انت عايز تستخدمها. بمعنى لو انت عاوز بيئه لازاله مثلا وتكسير البوليفوسفيت لازاله الفوسفيت هتخلق بفضل الله بيئه لا هوائيه اللي هي الانيروبيك. طب عشان اخلق الانيروبيك يبقى محتاج ايه؟ محتاج ان انا اعمل anaerobic condition مفيش دي او. طب ازاي الغي الدي او؟ مش معنى ان انا لغيت الاريشن مفيش دي او، ما الانوكسيك مفيش اريشن. يبقى الغرض هنا انك تعمل السيستم عميق، الدبث بتاعه يكون عميق بما يتيح الطبقات السفلى ان تقوم بعمليه عمل ديكي للدي او ليفل، بمعنى ان يصبح الدي او ليفل زيرو. الحاجة الثانية ان يكون في بايوماس كثيرة، اللودينج بتاع البايوماس حجم البايوماس اللي انت بترجعه الانيروبيك كبير، فبالتالي ككتلة بيكون يحقق ما يسمى بالتوازن الذي يخلق البكتيريا اللاهوائية. اما الانوكسيك وبعض الـ يعني الاخوة المصممين
ربنا يبارك فيهم. الانوكسيك بيصمموه بوضع يعني مش ملائم او مش مظبوط قوي يعني. طب ازاي الكلام دوت؟ ان الانوكسيك لابد من خلق اول حاجه الغذاء. يبقى اول كونديشن عشان تخلق الانوكسيك يا جماعه لابد من الغذاء. بمعنى ايه؟ ان انت ترجع نترات او نيتريت. يبقى ال NO2 نيتريت وال NO3 اللي هو الايه؟ اللي هو النترات. وكلا من النيتريت والنترات هم غذاء لتنشيط بكتيريا الاختزال اللي هو بنسميها ايه؟ بنسميها الدي نيتريفايرز. بعكس في الانروبيك الاسينتوباكتر مثلا. فبالتالي اللي بيفهم مايكروبيولوجي بيقدر يصمم السيستم صح، لان الناس بتصمم السيستم هيدروليكس، بمعنى ان هو بيدي حجم للحوض او الخزان بناء على الديتنشن تايم. لا، هو السيستم بيصمم كبيولوجيكال، وبالتالي ان انت لابد ليك انك تلم بنوع البكتيريا اللي بينشط في هذا السيستم. واحد الاسباب زي ما ناخد ان شاء الله لو ربنا يسر لنا في الابلايد دبلوما عمليه ترابل شوتينج اوف اوبريشنال بروبلمز، ان من ضمن الاوبريشنال بروبلمز هو الفيلير اللي بيحدث في السيستم اللي هو بيسموه البايو فاولينج. والبايو فاولينج نتيجه لعدم وجود نوع البكتيريا الملائم للعمليه. يعني الانوكسيك ما لاقيش دي نيتريفايرز، الانايروبيك ما لاقيش الايه الانايروبيك بكتيريا، في النيتريفيكيشن او الاوكسيك ما لاقيش النيتروسمونس والنيتروباكتر، في الجزء بتاع الفوسفيت ريموفال ما لاقيش الاسينتوباكتر. الله، يبقى اذا دي لابد انت تعرف فيها. طيب الحاجه الثانيه يا جماعه ان كميه السلاج لابد يكون ليها بالانسنج مع الفيد، يعني الانلت او الكميه الداخله تكون within the balance بالتوازن مع الفيد. نرجع مره ثانيه لهذا الكيرف، والكيرف ده الحقيقه مهم جدا لان هو بيعرف ايه الديكريز في الدي او ليفل. الله، يعني معنى ذلك ان الدي او ليفل بيتم عمليه ايه؟ امتصاص ليه؟ لوجود الايه؟ السبستريت. فبالتالي البايوفيلم الجزء الاولاني هيشتغل في الام ال اس اس، يبقى اذا هيحصل سبستريت كونسنتريشن في الجزء ده للايه؟ للبي او دي اللي داخل او للسي او دي. طيب ايه كمان؟ ان العمليه قد ايه بي او دي على سي او دي؟ يعني خلي بالك من الريشيو دي، قد ايه بي او دي على سي او دي. يعني انا بقول ان البي او دي هو عباره عن الاورجانكس اللي بيتم اكسرته خلال فتره من الزمن، مثلا 5 أو 7 أيام. يبقى اذا كميه الاكسجين اللي بتستهلك من خلال البكتيريا الهوائيه لايه؟ لهضم الايه؟ المواد العضويه الدايمه. السي او دي هو عباره عن ان انا باكسد الاورجانيك والانورجانيك عن طريق طبعا كيميكال ايجنت زي الدايكوميت مثلا. يبقى اذا لابد نعرف ان السي او دي هيبقى اعلى. ليه؟ لانه بياخد جزء الانورجانيك معاه. يبقى لو داخل جزء انورجانيك بيتاكسد. فبالتالي السي او دي كريشيو لابد ان انت تعرف لو الدوميستيك او اللي هو الادمي صرف ادمي هيبقى من خلال ما يسمى بالايه ال 1.6 ال 1.7 ال 1.8. ها لما توصل لريشيو اعلى من كده تفهم ان الجزء الان اورجانيك كبير، وبالتالي يبقى في عندي مشكله في نوعيه الانلت. والانلت لابد ان انت تعمل سيباريشن للويست ووتر اللي جايه من اوت سورس زي الاندستريال او للنون دوميستيك. طيب الغرض في النهايه ان انا البايوفيلم هتعمل ايه؟ هتعمل عمليه سبريشن لهذا السبستريت داخل منظومه النمو المتلاصق على سطح الكارير زي ما احنا شفنا في موضوع الام بي بي ار. طيب الحاجه الثانيه برضو اللي احنا لازم نعرفها نقدر ان من خلال الايفاس ان احنا لما نيجي نحول البي او دي
طبعاً إن إحنا نقدر نعمل جزء كبير من النيتريفيكيشن، بمعنى إن إحنا نحول الأمونيا إلى نيتريت أو نترات. طيب هتقول لي طب ما ده بيحدث في الاكتيفيت سلاج، ايوه بس اللود هنا يكون تقدر تستوعب لود اكبر، يعني لو المحطه داخل ليها 100 كيلو جرام، لو دخلت دمجت الايفاس الهايبريد سيستم يبقى انت هتستوعب مثلا 250، يبقى معنى ذلك السيستم سستينابيلتي يقدر يستوعب كميه من البايوماس اللي هي سواء اتاتشد او سسبندد، وبالتالي اقدر ازود الحمل العضوي الداخل على محطه المعالجه، وده اللي احنا بنسميه التوسع الراسي او بنسميه الفيرتيكال. هتقول لي طيب ما انا عندي مشكله في الكلاريفاير، بمعنى ان الكلاريفاير يا جماعه ديت بتبقى متصممه على السيرفيس لودنج. يعني ايه السيرفيس لودنج؟ يعني قد ايه كيو على الاريا بتاع الكلاريفاير او السوليد لودنج اللي هو كيلو جرام سوليدز. طبعا السوليدز اللي داخل بيبقى ام ال اس اس. طيب الجزء بتاع الام ال اس هل هو اتغير؟ لو انت فكرت كده، هو الاكتيفيت سلادج انت مرجع مثلا 100% او 80% من محطه 100,000، يبقى اذا انت داخل 180,000. طب ال 180,000 ديت ما هي نفسها اللي داخله على الكلاريفيكيشن. طب ما انت هتقول لي ما الاورجانيك لود انت زودت المحطه، بمعنى المحطه ال 100 كيلو زودت عليها مثلا 200 كيلو كمان، يبقى 300 كيلو جرام بي او دي، والامونيا بدل ما هي مثلا 60 كيلو جرام بير داي وديتها ال 100 كيلو. اقول لك ما هو اشترك معاك جوه الرياكتور للاتاتش جروث البايوماس اللي هي المتلاصقه في عمليه النيتريفيكيشن اللي هي اكسده الامونيا، وفي عمليه الايه البي او دي ريموفال اللي هي بتاعت الايه بتاعت الازاله للحمل العضوي. ولكن الهيدروليك لود راح فين؟ الهيدروليك لود لازم تعوضه يا اما ان انت تزود المساحه السطحيه بتاع السيبريشن اريا اللي هي عباره عن خزانات الترصيب. طب هتقول لي طب انا ما عنديش مساحه، وشفنا محطه كده حاليا بندرسها في هذا الوضع. هنقول ممكن تستخدم النظريات بتاع زمان بتاع تيوب سيتلر، ان انت او اللاميلا، ان انت تعمل اميرشن للسيرفيس بليتس، فبالتالي تقدر تزود السيرفيس اريا بتاع الكلاريفاير، وبالتالي تقلل الايه السيرفيس لودنج اللي هو الهيدروليك سيرفيس لود. طيب معايا كده يا جماعه، لو في حاجه يعني ارجو الامبريشن بتاعكم يكون ظاهر من خلال الشاتنج، يعني لابد ان يكون في نوع من الايه ان طبعا الاي فاس دوت يعني من الانظمه اللي ايه يعني اللي بتحتاج تركيز شويه، فبالتالي لابد ان احنا الكلام اللي احنا بنتكلمه سواء كلام نظري هو يصب معانا في المنظومه بتاعه الايه بتاعه التصميم. فلو في حاجه ارجو من تعليقاتكم عشان نقدر نعيد الجزء ده، لان دي اخر ورك شوب، وبالتالي انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون المفهوم وصل لجميع الناس على مستوى كل ايه فكر كل واحد منا. جزاكم الله خير يا دكتور. الجزء ده بنقول ايه بقى الابروتش بتاعنا؟ ايه الابروتش بتاعنا؟ ان انا اقدر استخدم نوع من الكارير ينمي بايوماس ويكون ليه حجم من حجم الاريشن تانك، وما يتبقى من الليكويد يكون في جزء من الارجاع ان بالانس مع الايه مع السسبندد جروس. طبعا هنشوف المعادله لتحقق ذلك في خلال السلايدز التي سوف تاتي لاحق. طبعا السيستم ده تم تطبيقه في كندا 1994 في احد المحطات، واشتغلت 1997، وكان الكارير المستخدم من نوع البولي ايثيلين. والحقيقه المحطه دي كان فيها هاي ام ال اس اس. طبعا احنا نعرف ان الكونفشنال اكتيفيت سلاج كميكس ليكر انا بقول اشتغل على 3000، بعض الكرايتيريا 3500 يعني 3.5 جرام. طبعا ايه اما بقول هنا جرام يعني 3500 مللي جرام على اللتر.
الحاجة الثانية، هل السيستم اللي تم تطبيقه كان إزالة للفوسفيت وفي نفس الوقت إزالة للبي أو دي وأكسرة الأمونيا واختزال النترات المتكونة من أكسرة الأمونيا؟ الحقيقة الدكتور ليون حط بعض الدرايفرز، والدرايفرز دي هي جايد لاين للديزاينرز. طبعا لابد أن ننسب الحق لأصحابه من قام بهذه الدرايفرز. طبعا أنا تم مشاركة الدكتور ليون لينا، فبالتالي هو نشكره على هذه الايه الامبيريكلز اللي هي داخله. ان احنا نعلم ان الام بي بي ار والاي فاس والاتاتش جروث هي انظمه امبيريكل، يعني جايه من التجارب المعمليه، والحقيقه هم ناجحين قوي في التجارب المعمليه. للاسف يعني من خلال اكثر من 30 سنه في 15 دوله لم اجد اي من الاقطار العربيه توظف جزء من التيرن اوفر في الريسيرش والديفلوبمنت، وما يتم انتاجه من مراكز البحوث العلميه او المعاهد التطبيقيه والجامعات ورسائل الماجستير والدكتوراه لا يتم ادخالها في حيز التنفيذ. لكن هم الحقيقه سبقونا. نجد لماذا؟ لان احنا لما شفنا مثلا في انجلترا والمانيا وهولندا وفرنسا، الاربع دول دول خلال الجولات السابقه، لا وجدنا ان هم عندهم جزء من الريسيرش والديفلوبمنت، يعني احد الجامعات بتدفع لي الشركات بتدفع ليها فلوس عشان يقوم بالبحث والتجارب. دكتور احمد لو حضرتك سامعني، في بعض الاسئله لو حضرتك سامعني. الصوت بس مش واضح. حضرتك سامعني كده كويس؟ سامعك كويس. طيب الورشه دي يا باشمهندس محمد، ارجو يعني ان احنا ناخد الامبريشن بتاع الناس من التشاتنج. انا عايز اتابع مع حضرتك اللي الناس بتكتبه على الشات لو حضرتك تسمح لي. انا عايز افتح الشات لوج عشان ابقى متابع معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبيظهر فين؟ بيظهر على اليمين يا دكتور. على اليمين. المهندس عصام ابو عرب بيقول لي عندي 120 شات او 126. لو حضرتك نزلت تحت خالص هتلاقي في اخر الاسئله المهندس عصام ابو عرب والمهندس عصمت صالح والمهندس نواف. اعتقد نواف هو بيسال، الباشمهندس نواف بيسال هل تم تطبيق هذا الدول العربية؟ أيوة طبعا الايفاس اتطبق كتير، هنشوف حالات دراسة. احنا بس لو أسئلة، بص يعني الإخوة المهندسين والمشتركين والمحاضرين والأساتذة الدكاترة أساتذتنا المشاركين، طبعا لو سؤال خلال سياق البرزنتيشن أو الشرح اوكي، لو سياق خارج الموضوع ده زي سؤال هل تم في ريفرنس ستاديز او ريفرنس اوبريشنال مثلا بلانتس اندر اوبريشن، نخليها نهايه الحلقه. استاذنكم تمام يعني. تمام معلش يا باشمهندس محمود. لا اتفضل. لكن انا الغرض من التشاتنج اللي انا فاتحها دي ان انا اتابع استيعاب او اللي هو الاي لو في حاجه. طبعا الابلايد دبلوم الحقيقه احنا لما جينا نعمل الماتيريالز زي اللي عندنا مثلا في مصر الهيئه القوميه لجوده التعليم، ان انت لازم تقيس الاي لو اللي هو الانتندد ليرنينج اوبجكتيفز من خلال السكيلز والانتر اكشن والاستيعاب والتيوتوريالز. طبعا لما اجي اشرح حاجه لازم اعرف انك انت استوعبتها، فحاجه من حاجتين، لو انا مش هقدر اعمل لك كويز مثلا او اقدر اعمل لك تيوتوريال وتحله، لا يبقى لازم انت ترد عليا كانتر اكشن ان الجزء ده مفهوم. ماشي تمام يا دكتور. لو في اسئله في نطاق المحاضره الحاليه ان شاء الله هبلغ حضرتك. انا فاتح الشات قدامي كده معانا. طيب الدرايفرز بقى نرجع تاني. الصوت واضح لكل الناس المشتركين؟ يعني انا عندي 100 بارتيسيبنت، ارجو من هو لا يصل الصوت بطريقه واضحه ان هو يكتب للاخوه يعني القائمين على المنتدى
الباشمهندس محمد علي او الباشمهندس محمد باشا في ان هو يكتب ان المشكله عنده في ايه. الصوت واضح كده يا باشمهندس محمد صح؟ واضح واضح حضرتك واضح. طيب الدرايفرز يا جماعه بقى اللي هي في الجزء ده احنا عاوزين نوصل لايه؟ عاوزين نزود النيتريفيكيشن وعاوزين نقلل المساحه. يعني الغرض من التطبيق الاي فاس ان انا اقلل المساحه عشان اقلل الكوست، سواء كان اللاند كوست، واللاند كوست في بعض الدول الحقيقه غاليه جدا، فبالتالي جوه المدن ما اقدرش اتوسع هوريزونتال او افقي. وبعد كده برضو عاوز ازود ما يسمى بالبي بي ان ار او الريموفال بتاع النيوترانس. ولما كلمه نيوترانس يا جماعه في الويست ووتر يقصد بيها النيتريت او النيتريت والنيتريت والفوسفيت. يبقى اذا الفوسفرس والنيتروجين، وطبعا احنا عارفين ان التي كي ان لما باجي اجيب طبعا الجزء اللي هو الان اورجانيك كربون والجزء بتاع الامونيا واضيفه على الجزء بتاع الاورجانيك كربون، او ان انا اضيف النترات واوصل للتي ان. التي ان اللي هو التوتال نيتروجين. المستويات دي ايه يا جماعه في المعايير؟ يعني المعايير البيئيه بتقول ان انا ما اوصلش التي ان زياده عن 12، او ان انا اوصل ل نترات مثلا ل 8 او 10. وبالتالي يبقى اذا في كورليشن ما بين التي كي ان الكلده وبين الايه التوتال نيتروجين وما بين النترات والنيتريت. لو جمعت بقى النيتريت والان او 2 بلس ان او 3 بلس ان اتش 4 ان اللي هو الامونيوم نيتروجين مع الاورجانيك نيتروجين، يبقى انا وصلت للتي ان او التوتال نيتروجين. ماشي؟ في حد مش مستوعب معانا الحته دي؟ طيب الحاجه الثانيه ان احنا لو بصينا في المحطه ديت هنلاقي ان الميكروبيكال بروسيس هنا ايه؟ انا بقول مايكروبيكال وليس بتكلم على الجزء بتاع الايه البيولوجيكال. يعني ايه؟ يعني الجزء السبيسيفيك قوي البيئه الميكروبيه ضمن البيولوجيكال تريتمنت. في الايروبيك اللي هو بالجزء الازرق انت بتاكسد البي ودي للبايوماس ويتصاعد سي او 2، او بتاكسد الامونيوم نيتروجين ان اتش 4 ان ويتكون يذوب الان او 3. فركز معايا في الحته دي على فكره. يبقى في جزء بيذاب وفي جزء بيتصاعد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الرياكشنز اللي بتتم في العمليات المعالجه البيولوجيه في جزء منها انرجي، يعني ما يعني بيطلع منه انرجي، وفي جزء منها بيزود السولب. الجزء اللي بيدوب هو ده الصعب للازاله. يبقى اذا معنى ذلك ان ال NO3 اللي بتنتج من اكسده الامونيا عشان ازيلها واحولها ل N2 غاز يتصاعد و O2. يبقى اذا انا مش عاوز ازود المحتوى الدايم. يبقى دي اول حاجه في البروسس. طيب عشان ما ازودش المحتوى الدايم ارجع اعمل دي ناتريفيكيشن الجزء الايه الاخضر. يبقى الجزء الاخضر عندي ايه؟ انوكسيك. واحنا قلنا في بدايه الحلقه او بدايه الورشه ان الانوكسيك الغرض منه بيئه لازاله الايه النترات الذائبه او ملح النترات الذي تكون من خلال اكسده الامونيا. وبالتالي لابد ان يكون الدي او ليفل مينيمم. هل الدي او زيرو؟ لا، ده يبقى انايروبيك. طب هل العمق؟ لا، ما وصلش للعمق ال 5 متر وال 6 متر عشان ما كونش في الطبقات السفلى انايروبيك. ان انا اوصل لايه؟ اوصل للعمق اللي هو في حدود ال 4 متر مثلا. وفي ميكسنج عشان ما يحصلش سيتلينج، يعني لازم احط ميكسر. الحاجه الثانيه ان انا يكون عندي ارجاع للدي نيتريفايرز. درجات الحراره، موضوع الالكالينيتي ككالسيوم كربونيتس. يبقى اذا الاتش هنا الهيدروجين السي او 3 اللي لابد يكون ايه؟ لازم تعمل تشيك اوف الكالينيتي على السيستم. للاسف لم اجد يعني الا قليلا من التصميمات اللي هو بيعمل تشيك اوف الكالينيتي. الحاجه الاخيره الفوسفيت. الفوسفيت انا الدرايفر بتاعه ايه؟ ان انا اعمل انايروبيك قبل الايروبيك. ليه؟ عشان اكسر الفولاتايل او الفي اف اي والبوليفوسفيت
وحولها الاورثوفوسفيت بي. البي دوت يتم امتصاصه في الايروبيك. يبقى الغرض من الانيروبيك يا جماعه ان انا اكسر الفي اف اي مع البولي فوسفيت المعقد داخل الانيروبيك كونديشنز، وبعدين اعمل اللي هو بيسموه ريليز، وبعدين اعمل ابتيك او امتصاص جوه الايروبيك. يبقى عشان ازيل الفوسفيت ابدا بالانيروبيك وارجع البايوماس زي الاسينتوباكتر، واخش بعد كده على الجزء بتاع الاوكسيك او الايروبيك. يبقى دي الثلاثه ايه بروسيس موجودين. طيب في الكونفنشنال بيتم ازاي؟ الكونفنشنال انا داخل عندي NH4، داخل عندي BOD، وبيتكون عندي NO3. يعني معنى ذلك NO3 في الكيرف اللي داخل ده فيري لو، وبيتكون بعد مرحله البي او دي ستابلايزيشن. يبقى اذا الزمن، خلي بالك بقى ارجو من الناس تركز، الزمن اللي بتحتاجه كمده مكث داخل البايو رياكتور لاكسده الامونيا اكبر من الزمن اللي هو المتزامن معه لازاله البي او دي. يعني انا لو عملت ازاله للبي او دي جوه الرياكتور في خلال 3 ساعات او 4 ساعات، الزمن الذي يتم فيه ازاله الايه الامونيا ان بارلل او بنسميه كونكرنتلي بيبقى حوالي مثلا 6 ساعات. يبقى اذا السيستم ما تصمموش الا على حاجتين، اللي هو ديتنشن تايم فور ريموفال اوف بي او دي، وديتنشن تايم فور ريموفال اوف ايه اوف امونيا. طيب النترات بتبقى داخله زيرو، لو ميه جوفيه فيها نترات يبقى اذا النترات هتخش معاك كنيتروجين لود، يتبع ذلك الدينيتريفيكيشن اللي هو هنا مش موجود. يبقى الكونفنشن هنا ما فيهوش دينيتريفيكيشن، في نيتريفيكيشن وفي بي او دي ريموفال. طيب احنا كنا نرجع مره ثانيه ليه انا بحط المعايير بتاع التصميم، عشان تفهم ان السيستم لابد ان انت تعمل اتزان للاكتيفيت سلاج وبعدين تعمل الايفاس. الجزء بتاع الاكتيفيت سلاج انت بتقول في الكونفنشنال محتاج 4 دايز تعمل ريسايكل للريتيرن اكتيفيت سلاج، وتعمل بعد الاربع ايام ويست، يعني تفضل ترجع من كلاريفاير تخش على الاريشن، ترجع من الكلاريفاير تخش على الاريشن، بعد 4 ايام تبتدي تطلع الايه الويست. اول ما السيستم يشتغل بهذا الطبيعه هيبقى في ويستنج على طول، تم انتهاء 4 ايام بالنسبه لي يتم السلافنج ليه بطريقه بيريوديكالي. الامونيا نيتريفيكيشن هنا لو جيت بصيت هل الاربع ايام بتاع البي او دي للريتيرن اكتيفيست، لا قال لك انت محتاج 8 ايام في درجات الحراره الواطي، او توصل في اوروبا عند درجه حراره 12 ل 12 يوم. يبقى اذا الريتنشن تايم بتاع الارجاع زاد لازاله الامونيا نتيجه لان الريكوير تايم فور امونيا ريموفال اكبر بكثير من الريكوير ريتنشن تايم، او اللي احنا بنسميه الريتنشن تايم اوف سوليدز للبي او دي. ربنا من علينا في الاقطار العربيه والشرق الاوسط وشمال افريقيا بارتفاع درجه حراره المياه، والحقيقه وجدنا درجه حراره المياه سجلناها منذ اكثر من اعوام في سلطنه عمان، يعني وصلت حوالي 37 درجه مئويه و38. فلما اقول درجه المياه 38 يعني درجه الهواء بتزيد 10 او 12، يعني درجه التمبريتشر في الهواء بتبقى 48 50 ماشي الله. يبقى اذا المياه نازله يعني سخنه جدا، ده مفيد للبايوماس، مفيد للبايوماس. طبعا انا لما بقول الفوليوم بتاع الرياكتور هنا في الام ال اس اس على السوليد ويست دوت اداني سوليد ريتينشن تايم. الاخوان بس اللي هم بيعملوا يعني لاينز وحاجات ارجو يعني يا جماعه احنا مش عايزين نضيع الوقت في المسح اللي انت بتعمله يعني. فرجان يعني ركز معانا هتستفيد ايه يعني من اللي انت بتعمله ده. جزاك الله خير.
هو في بس بعض الجزء الأسئلة يا الثاني دكتور برضو لابد ان احنا نعلم ان دكتور أحمد حضرتك كمان. الريتنشن تايم في الاكتيفيتي سلاج لو انت استخدمت اكستندد ايريشن مثلا هتوصل لزياده عن 18 يوم، واخد بالك ليه؟ لان اللود بتاع البي او دي اعلى واللود بتاع الامونيا اعلى نتيجه لان انت ما فيش برايمري كلاريفيكيشن او البرايمري سيتلينج. طبعا هو بيقول لك لابد ان يكون الاكسجين ديماند طبعا اللي هو جوه الام ال اس اس او جوه البايوماس او جوه السسبندد جروس يبقى في موضوع الاتزان، ولابد يكون البكتيريا برضو بالنسبه لك لابد ان انت ارجاع البكتيريا يكون بريت متوازن، وده المعادله اللي هي بنسميها السوليد بالانسنج. طيب بعد ما احنا عملنا كده هنيجي ندخل الكارير. لما نيجي ندخل الكارير اصبح السيستم انتجريتد ايه فيكسد فيلم اكتيفيتد سلاج او هايبريد سيستم. هايبريد يعني مزيج بين الاثنين. طب اعمل ايه بقى؟ قال لك في هذه الحاله انت بتدمج تكنولوجي بتاع الكونفنشنال اكتيفيتد سلاج مع الايه الاتاتشد جروث، وبتعمل اميرشن للسوليد كارير اللي هو اللي بيحصل اللي هو الميديا، وفي نفس الوقت ايه اللي بيحصل؟ يبقى انت عندك السيرفيس اريا هي الجوفرنينج فاكتور، السيرفيس اريا هي الجوفرنينج فاكتور بتاع الرياكت. يعني ايه؟ المساحه السطحيه زي اللي احنا شفناها المره اللي فاتت الخاصه بالكارير. طيب لو جينا بصينا بقى الكيرف عشان يدينا المعدلات بتاعتي، قال لك ان خلال لو انت شفت كده هتلاقي ان عند درجه حراره حوالي 12 درجه مئويه اللي هي الستاندر دي، يعني هو وصل ل 12 يوم. لكن لو انت بصيت في الجزء اللي هو تحت الاربعه ونص دوت بتاع البي او دي، والجزء الازرق اللي هو واصل ل 12 يوم بتاع الامونيوم نيتروجين، في نفس الوقت هتلاقي ان في الاتاتش جروث الكيرف اللي نازل عندي الريت بتاعه اعلى او فيري ستيب. يبقى اذا اللي فادني الاتاتش جروث بالمزج مع السسبندد جروث ان انا قللت الايه السوليد ريتينشن تايم بتاع الايه البكتيريا. ولما بتقلل السوليد ريتينشن تايم بتقلل الفوليوم. طبعا انا اقدر برضو من ضمن الالترناتيفز اقدر في ذلك ادخل تكنولوجي بالنسبه للاندستريال، وادخل تكنولوجي بالنسبه للميديا سواء كانت بقى الفلوتنج ميديا او الجزء اللي هو زي بتاع الانوكس او الهيدروكسي او الجزء بتاع مثلا الامكس، ده انواع معين او تشيب معين من الكارير زي الصينيين اللي بينتجوها. السيستم هنا الاريشن سيستم اخباره ايه؟ الاريشن سيستم زي ما انت شايف كده عباره عن ديفيوزد اير سيستم. هنا طبعا الميديا اللي هو مدخلها دي راكس، يعني مدخل الميديا في راكس، يعني هو مستخدم هنا مش اللي هي الجزء بتاع الايه زي الفلوتنج سيستم، هو مدخل فيكسد ميديا، مدخل ايه؟ فيكسد ميديا يعني ميديا ستاتيك، يعني عباره عن جزء من الشيتس او جزء من الفايبرز اللي بتنمو عليه البايوماس. طبعا قلنا الالوان والجروينج بتاع البايوماس في السبميرجنس في عمليه الغمق بيختلف، فاحنا الجزء اللي على اليمين اللي هو الجزء اللي هو ده حصل جروينج وحصل سبميرجنس، واخد بالك؟ لكن لو في النص ده حصل فيه كولابس. ماشي؟ في اللي على الشمال خالص لسه ما فيش اي حاجه، يعني ما فيش بايوماس. يبقى انت لما تاخد عينه وتحللها بتشوف البايوماس نامت ولا لا. برضو هنا لو بصيت تحت هتلاقي الميديا ازاي الميديا دي بقى ميديا فلوتينج دايناميك. طيب الايفاس بقى طب انا استفيد منه في ايه؟ ان انا ما اقدرش ان انا اقدر ازود اكستنشن للاريشن. طب وزي ما قلت ان انا زودت الاكستنشن بتاع الاريشن بدون زياده الحجم يبقى اخد بي او دي لود اعلى وامونيا لود اعلى، وبالتالي الهيدروليكس بتاعتي بالنسبه لي اقدر استوعب لود لنفس الكيو، بمعنى التركيز اعلى لنفس حجم الكيو، ولو الكيو زادت هتعمل لي تخفيف يعني البي او دي هيقل. تاني حاجه السيتلينج بتاع السوليدز اللي هو سلادج فوليوم اندكس
دوت بيبقى الكواليتي بتاعته بتبقى اعلى. الاضافه الاخيره البوتنشال بتاع السيميلتينيوس نيتريفيكيشن دي نيتريفيكيشن، يعني اقدر خلال الجزء ان انا اعمل النيتريفيكيشن وبرضه اقدر اعمل الدينيتريفيكيشن في نفس الفلو. معايا يا جماعه؟ طيب معاك يا دكتور. البرفورمانس هيبقى عالي جدا. تاني حاجة ما عنديش أي نوع من اللي هو بنسميه النويزنس أورجانيزمس اللي هي بتخش بتأثر على السبيشيز بتاعة البايوماس الأخرى، لأن البكتيريا كل واحدة ليها نشاط ودي بتأثر وفي تبادل الحقيقة بين البكتيريا وبعض، زي ما في تبادل ما بين البكتيريا والطحالب في الفاكليتيتيف مثلا. لكن في طبعا الفلوتنج ميديا في ريسك هنا ان الميديا يحصل لها طبعا ميجريشن، يعني هي تهرب او تخرج بره السيستم. برضو الموضوع الاريشن مهم جدا ان احنا نعرف قد ايه الديتنشن تايم بتاع الجزء بتاع الاريشن، تعمل اريشن لمده قد ايه. وبرضو كمان الموضوع انك انت تعمل ريستريكشن على الهيدروليك لود. وافضل حاجه الحقيقه ان انت تستخدم في الاريشن الكورس اير بابلز ديفيوزرز. موضوع برضو الجريد والسكريننج اللي بيسبق الاريشن تانك مهم جدا. برضو ارتفاع الايه البرفورمانس بتاع الكواليتي بتاع الام ال اس اللي خارج، بالاضافه ان انا بعمل الجزء اللي هو بتاع الازاله للفلوتنج ميديا سيستم حسب الكونتامينانس او حسب البوليوتانس اللي داخله. تاني حاجه ازاي اعمل كنترول على تخانه او سماكه طبقه البايوفيلم اللي بتنمو على الكارير. طيب انت دلوقتي عمال تقول لنا في حاجات، طب ازاي نظبط الكلام دوت؟ قال لك ان انت عشان تظبطه لابد ان المعادله القياسيه الامبيريكال فورمولا اللي الغرض منها عمليه القياس للسيستم بتاع الاي فاس بعد ادماج الكارير، اول حاجه تحسب الكارير زي ما حسبناه المره اللي فاتت، او تحسب الفيكسد فيلم اللي هو على طريق اللي هو قد ايه السيرفيس اريا والفلكس بتاع هذا السيستم، وبعدين بتحسب ما يسمى بالمينيمم سوليد ريتينشن تايم. المينيمم سوليد ريتينشن تايم، المينيمم سوليد ريتينشن تايم هو ليه علاقه بالكيو وليه علاقه بالفوليوم وليه علاقه بالميو والما يسمى بالسبيسيفيك جروث. ولو تفتكروا ان احنا كان في معادلات خاصه بالكونفشنال اكتيفيت سلاج بيسموها سبيسيفيك جروث، واخد بالك؟ فالميو ديت يقصد بيها ان انت في الاي فاس الجزء بتاعك السبيسيفيك جروث قد ايه. تاني حاجه الكونسنتريشن اللي هو الاكس دوت بتاع البايوماس اللي داخل عندي قد ايه. تالت حاجه الفوليوم بتاع رياكتور. خلي بالك الفوليوم بتاع الرياكتور اصبح هنا الليكويد، يبقى اذا في جزء الليكويد اللي هو متبقي. واحنا قلنا الليكويد فوليوم المره اللي فاتت عباره عن ايه يا جماعه؟ ان الليكويد فوليوم ان انت بتحط الكارير وبعد كده بتحسب الفويدز اللي بين الكارير، وبعد ما تحسب الفويدز اللي بين الكارير يبقى بتقول ان حجم الليكويد هو حجم الرياكتور ناقص حجم الايه الكارير، واضيف عليه الفويدز اللي بين الكارير. يعني ايه؟ يعني انا ضفت 10 متر مكعب ميديا فلوتنج، والميديا دي جواها 3 متر مكعب تجويف، السيستم كله 20 متر مكعب، منه 10 متر مكعب كارير. الليكويد ما تقوليش هو 10، غلط. يبقى الليكويد هو عباره عن ايه؟ حجم الرياكتور كله اللي هو ال 20 ناقص حجم الكارير واضيف حجم الفويدز. يعني لو الفويدز ريشيو 50% يبقى اذا الحجم اللي يضاف للليكويد عباره عن ايه يا جماعه؟ 5. ليه؟ انت ضفت 10 متر مكعب كارير، الفراغات اللي بين الكارير 50%، فلو ضفت 10 يبقى الفراغات 5. ال 5 متر مكعب دي ما متبقي من الرياكتور عباره عن ايه؟ حجم الرياكتور ناقص حجم ال 10 متر مكعب كارير، يبقى 10 متر مكعب ليكويد.
واضيف عليه الفراغات او الفويدز اللي هو الخمسة، يبقى الليكويد ايه بالنسبه لي 15. لان بعض الناس الحقيقه بتعمل في الكالكوليشنز ان حجم الليكويد على السوليد ريتينشن تايم هو حجم الايه اللي هو حجم الرياكتور ناقص الكارير. لا، المعادله بتقول زي ما خدناها المره اللي فاتت في الورشه السابقه اللي هي كان يوم 5 يونيو، تذكروا معايا يوم 5 يونيو هذا المعادله. هذه المعادله هي عباره عن بايو رياكتور فوليوم توتال ماينس كارير فوليوم ملتيبلايد 1، هنا ايه يبقى ماينس فويدز ريشيو. فلو الفويدز 40% يبقى 4، و4 و10 يبقى 14. يبقى مره ثانيه بقول رقم واحد بنحسب الفي ازاي؟ الفي هي حجم الليكويد اللي هو ما تبقى من حجم الرياكت بعد ازاله حجم الايه؟ الكارير، واضيف عليه نسبه الفراغات مضروبه في الحجم بتاع الكارير. لو الكارير حجمه 10 والفويدز ريشيو 40% يبقى حجم الفراغات 4 متر، اضيف ما تبقى من حجم الرياكتور 20 ناقص 10 يبقى 14 متر. طيب الكيو، الكيو هو ما تجيش تقول لي بقى هو الكيو ار، لا هو الكيو والكيو ان. يبقى اذا الكيو هو الكيو ان. طيب هتيجي تقول لي طب ما انا عندي نسبه ريتيرن، اقول له عندك كيو ار على كيو ان. يعني ايه؟ يعني انت لو جيت في الاوبريشن قلت لي انا برجع في يوم في مينيمم فلو رجعت 40%، في يوم تاني بترجع 80%. الراجل المشغل الاوبريتور زي ما ناخد في الابلايد كورس في حاجه اسمها الاوبريشنال فيلوسفي. الاوبريشنال فيلوسفي قد ايه بتقدر تعمل كنترول على ارجاع الحمقى بناء على نسبه الكيو اللي داخله، بحيث انك تعمل دايما سوليد ريتينشن تايم وتعمل ما يسمى بالسوليدز ايه بالانس. يبقى عندك تو فاكتورز، فاكتور كيو ان اللي داخله وفاكتور للبايوماس اللي بترجع من الكلاريفاير، يا اما بيظبطها عن طريق السكادا سيستم او عن طريق الاوبريشن تايم بتاع اللي ريتيرن اكتيفيت سلاتش الراس اللي هي بنسميها راس بامبس. طيب افرض زادت ازود الويست، لو قلت اقلل الويست، ولذلك الراس واس بامبس لازم كلهم يبقوا موجودين في ما يسمى ستراكشر واحد عشان قد ايه اعمل ويستج اللي هو هاو ميني سوليدز، هاو ميني كي جي سوليدز ليفينج ذا سيستم، وقد ايه اعمل بالانس مع الريتيرن اكتيفيت سلاتش اللي هو هاو ميني كي جي بايو ماس سوليدز ريتيرنينج تو ذا سيستم او ريسايكل تو ذا سيستم. الحقيقه لو ظبطنا المعادله دي ودخلنا هنلاقي مثلا البايلوت اللي موجود على 1 متر مكعب، يعني هو خد موديل وشغل فيه الانوكسيك وقال ان انا لو عملت ميكسينج لواحد متر مكعب الريت بتاع الاكسجين محتاجه قال لك 8 متر مكعب، قال لك البالانسنج على الريت ده يبقى 43% ايه من الريتيرن اكتيفيت سلاتش. يعني معنى ذلك لو داخل عندي كيو ان يبقى ارجع منها 43%، يعني لو داخل 100 انا ارجع 43 متر مكعب بير داي. طيب وفي حاله الانوكسيك سيبك من الار دي ام، هو طبعا الكيو ار هنا في الانوكسيك عباره عن ايه؟ هنا ان انت لما تيجي تعمل في الانوكسيك انت بترجع ريسايكل لمين؟ بترجع ريسايكل للجزء بتاع الايه؟ النيتريت، يعني من الافلوت. قال لك ان انا ممكن في بعض الاحيان يبقى زيرو نتيجه للبالانسنج، وده يعتمد على الاوبريشن فيلوسفي، او ان انا اوصل ل 20% او 30%. طبعا ده كونفنشنال. في الاكستندد ايريشن النسب دي بتعلى يا جماعه. يبقى في الكونفنشنال نتيجه لوجود البرايمري كلاريفيكيشن بيكون نسبه الريتيرن بتاع البايوماس من الاحواض الترسيب النهائي اقل من نسبه الريتيرن في الاكستندد ايريشن. طبعا الانوكسيك ريزيدنس تايم هنا برضو لو انت جيت شفت ان هو يقدر يوصل ل 24 ساعه. طب والغرض هنا هل هو الانوكسيك كفوليوم؟ لا، ما انت ممكن تاخد الانوكسيك تايم مع السيميليتينيوس، يعني البايوماس اللي بيحصل فيها جزء من الديناتريفيكيشن
يضاف للجزء بتاع الانوكسيك هاي ريتينشن تايب. طيب لو احنا عملنا الاتزان ده طبعا احنا محتاجين ناخد طبعا ابلايد تيوتوريالز عشان توصل الكونسبت بتاع البالانسينج مينيمم سلاج ريتينشن تايب، ولكن الوقت يداهمنا وان شاء الله يعني ممكن نعرض لك بعض الامثله نبعتها لك او من خلال ان شاء الله المستوى الثاني نقدر لنا الله الحياه باذنه فيكون لنا الابلايد اي فاس اناليسيس. عشان ننهي الجزء ده ايه المشاكل وايه المميزات؟ قال لك الاي فاس هو كوست افكتيف لان انت قللت ايه الفوت برينت او الارض. البرفورمانس هيبقى اعلى. هل هي روبس تكنولوجي؟ هي روبس تكنولوجي بس ازاي تعمل انت الحقيقه بالانسنج ليها، البالانسنج بتاع الايه بتاع السوليدز. هل هي ريلايبل؟ هي ريلايبل بس تعتمد على الام ال اس اس والايه والسوليدز ريتينشن والاورجانيك لود. لو وزنت الثلاثه دول يبقى انت بالنسبه لك ريلايبل سيستم. برضو هنا من ضمن الحاجات طبعا انا واخد الحاجات دي الحقيقه يعني برضو الحق يذكر لاحد الشركات اللي عامله نو هاو كويس زي الهيد ووركس الامريكيه واللي هي الباي ووركس او الهيد ووركس كلهم ايه الحقيقه عملوا ار ان دي ووصلوا في الاي فاس لمعدلات كويسه. وده اجابه للسؤال على الباشمهندس محمود اللي هو ساله في بدايه الحلقه ايه الريفرنس بتاع الاي فاس سواء كان في منطقه الخليج العربي او ما طبق في منطقه الشرق الاوسط على العموم. الكلاريفاير بقى انت لما تقلل يا جماعه موضوع السلاج برودكشن بالاتاتش جروس، طب ما انت قللت برضو الايه اللودنج على الكلاريفاير. فالذكاء هنا ازاي توصل انك تقلل اللودنج على الكلاريفاير، ازاي تقلل الايه السوليد ريدنج وليس الهيدروليك لودنج، مش الكيو على الاريا، لا كي جي سوليدز على الاريا. فبالتالي لما تقلل اللودنج على الكلاريفاير يبقى انت قدرت تستوعب دلتا كيو ديفيسيت، يعني السيستم ال 100,000 اقدر اوصله ل 150,000، وبالتالي في نوع من الايه هنا الايه اللي هو بيسمى الايه فيرتيكال اكسبانشن، بالاضافه للسيرفيس اريا لو في عندي مشكله فيها بعد الريدكشن بتاع السوليد لودنج ان انا ازود التيوب سيتلر او البليدز او ازود لاميلا. طبعا بعض طبعا كلا من الاي فاس والام بي بي ار، الجزء الام بي بي ار والجزء بتاع الاي فاس قلنا في بعض الايه الديزاين ميستيكس، وكنا تعرضنا ايه هي الديزاين ميستيكس سواء كان البروتكتد اريا اللي موجوده في السيستم، وكنا تعرضنا برضو نوع البلاستيكس هل هو فيرجن ولا هو ريسايكلز، وكنا تعرضنا برضو للنو هاو بتاع السبيسيفيك سيرفيس اريا ودي مهمه جدا قد ايه سبيسيفيك سيرفيس اريا، وقلنا برضو ازاي اعمل بالانسنج ما بين الاتاتش جروث وبين السسبندد جروث من خلال الكيرف اللي بدانا بيه الحلقه اللي هو بتاع السبستريت كونسنتريشن. برضو من ضمن الفاكتورز للديزاينرز الحقيقه لابد انت تعرفها هو انت ايه المشكله عندك في الانفلونس، يعني في حاجه بنسميها انترنسيك انفلونت كاركترايزيشن. يا جماعه ركزوا في الحكايه دي طبقناها في احد المشاريع تبع الاتحاد الاوروبي في مصر. ايه هي الانترنسيك واخد بالك انفلونت كراكترايزيشن. طبعا الكاركترستكس بتاع الانفلونس او الاي سي ان انا اعمل مونيتورنج لمده اسبوع للانفلونس للانفلو اشوف الكاركترايزيشن بتاعه، وبالتالي اعرف نسب البي او دي ونسب السي او دي ونسب الفوسفيت والنيتريت لو كان في من تريسنج او نسب الامونيا، وكمان اقيس معايا مهم جدا قد ايه الفلكتويشن الفلكتويشن للفلو مع الكونسنتريشن. ده اللي احنا بنسميه دبل اي سي. يبقى في كونسبت كده بيسمى دبل اي سي ان انت بتعمل مونيتورنج خلال 7 دايز للروست ويتر، والروست ويتر بتطلع حاجه اسمها الانترنسيك. كلمه انترنسيك يا جماعه
يعني المتوارث او الجزء اللي انت طبيعه الصرف، لان طبيعه البوليوتنس بتختلف من يوم عن يوم ومن استهلاك عن استهلاك ومن القريه عن الريف عن النجع عن المدينه عن الحضر عن الميجا سيتي. يبقى طبيعه الهايجين بتاع الناس وطبيعه الهاوس هولد اكتيفيتي، بتستخدم لوندري في الريف ما فيش مثلا لوندري، فبالتالي هتلاقي ايه الفوسفيت عالي قوي في الاربن ارياز. يبقى معنى ذلك كلمه الفوسفيت اللي بيتجاوز ال 10 مللي جرام في اللتر يبقى دي اربن اريا. بعض الناس في يقول لي طيب ما انا عندي نسب نترات دخلت منين؟ دي اريا كوستال اريا وكان فيها درينكينج ووتر وكان في نايتريت تريسز في الجراوند ووتر. طيب بعض الحاجات بيبقى فيها امونيوم لود عالي جدا، يبقى اذا نسبه اللي ايه النيتروجين عاليه جدا كامونيوم نيتروجين، او الاورجانيك عالي، يعني تلاقي الميه لو قلت او تلاقي الاورجانيك تركيزه عالي، واخد بالك؟ ولذلك الاورجانيك في الريف عالي، يعني البي او دي جوه الريف عالي، لكن السي او دي جوه الاربن اريا اعلى. ليه؟ لان الان اورجانيك في الاربن اريا اعلى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اقول نسبه الفضلات الادميه اللي هو الله يعزكم الاكسكريتا او الستول اللي بتنزل كسوليدز كسوليدز بدون الميه ال 60 جرام او 55 جرام، لو جيت بصيت دوتها في 100 لتر ودوت في الريف او 80، يبقى اذا المحتوى هنا وصل 400. يعني خدت 50 على الجزء بتاع ال 100 لتر يديني 500 مللي جرام او 500 بي بي ام او 500 جرام على الايه المتر مكعب. الله، يبقى اذا معنى ذلك لو جيت في المدينه هتلاقي ال 50 ديت، واخد بالك، هتلاقيها على مثلا 200. الله، يبقى معنى ذلك ان الكونسنتريشن بقى 250. فدي مهم جدا ان انا اعمل انترنسيك انفلوانس كاركترايزيشن دبل اي سي. افهم الكونسبت ده، ما تصممش كده وتحط تقول ايه طب انا افترض بقى البي او دي 300 وافترض الامونيا 40 وافترض الفوسفيت 5 ده الكلام دوت. لو انت ايه، لو انت مثلا عندك ريفرنس لمحطه قايمه، لكن انت بتعمل محطه جديده وسيستم جديد. الحاجه الثانيه برضو يا جماعه، حساب اللودز، حساب اللودز على الكاريرز. في فاكتورز معينه زي ما خدناها المره اللي فاتت اللي هي اللودنج فاكتور قد ايه، اس اي ار ال، ماشي؟ يبقى اذا السيرفيس اريا لودنج دوت لابد ان انت تعلمه من خلال الكارير اللي بيجي او الامبيريكال فورمولا اللي انا اديتها لكم بتاع السي دي. وبعد كده بتشوف اليلد، اليلد ده ان انت بتوصل مع درجات الحراره، لان البايوماس بتبتدي تحصل لها ما يسمى سلافنج. سلافنج يعني ايه؟ يعني البايوماس تسيب الكارير تقلت وتقلت قوي فراحت واقعه، واحد عمال ياكل 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 فتقلع الكرسي، الكرسي خده ونزل. يبقى معنى ذلك انت تشوف السلافنج اريا زي في التريكلينج فلتر الانسلاخ. السلافنج دي بالانجلش الترمينولوجي بتاعتها كانتربريتيشن الانسلاخ من الوسط اللي هي بتسكن فيه البايوماس. برضو من ضمن الحاجات الريليفنت قوي عمليه التمبريتشر، ان انا اخد الريتس لما يكون عندي تمبريتشر عاليه يكون 25. من اخطر الحاجات الحقيقه كتجاربه في الموضوع ده، ما تزودش نسبه الكارير عن 50%. يعني ايه؟ يعني لو انت ام بي بي ار اقول لك اوصل 60، اوصل 65. يعني نسبه الفيلنج ريشيو بالنسبه للسيستم 65%، يعني هات ميديا، الميديا دي عباره عن 60% من حجم الايه؟ من حجم الرياكتور. لا، انا بقول لك هنا في الانتجريتد فيكسد فيلم لابد ان يكون عندك ليميت للفيلنج ريشيو، واخد بالك، عشان يحصل لك المينيمم سوليد ريتينشن تايم. ليه؟ عشان اوسع ال 60 او ال 65 او ال 55 للليكويد. طيب من ضمن الحاجات الاكسجين سبلاي، الاكسجين قد ايه؟ يبقى هنا لازم نعرف الاكسجين، ذوبان الاكسجين في المناطق الحاره بيقل، يبقى لازم تعرف ان اللور تمبريتشر دي لازم تحسب عليها الايه البالانسنج، ما تحسبش عند الايه الهاي تمبريتشر. يعني ايه الكلام ده؟
يعني اللور تمبريتشر احسب بيها التانك والكارير، يعني اخد درجه حراره مثلا 15 في الشتاء او 20 واحسب بيها الايه الديتنشن تايم والكارير ميديا. الله. طب ولما اجي اصمم الايريشن سيستم، ركز معايا بليز، كونسنتريت ان تو توبكس. ذا فيرست اللي هو ايه، lower temperature to be considered only for designing of aeration tank system volume and carrier. يبقى لتصميم الرياكتور وتصميم الميديا استخدم ايه يا جماعة، ال 15. ال 30 وال 25 درجة لما تيجي تصمم الاريشن سيستم. ليه؟ عشان الاريشن سيستم نسبة الاكسجين 21%، درجة الحرارة بتعلى عن الستاندرد تمبريتشر، يحصل ان معدل ذوبان الاكسجين داخل الماء بيقل. يبقى واحنا نعلم ان ارتفاع درجة الحرارة بالإضافة لارتفاع مستوى سطح البحر، بالإضافة لارتفاع الملح الزائد في المية اللي هو التي دي اس او السالينيتي، يقلل نسبة ذوبان الأكسجين في السيستم. على فكرة انا عامل يعني ترجمة بالإنجليش لانتربريتيشن للناس اللي هم يعني نون عربيك لانجوج. مهم قوي اركز مرة تانية، lower temperature for designing tank and media, higher temperature for design aeration system. برضو مهم جدا ان انا اعرف اليلد، وقلنا اليلد الجزء اللي هو الconsidered في البيوماس قد ايه، طبعا ليه empirical formula، وده جاي الحقيقه من pilot trials زي موضوع اللي ايه الجماعه اللي اشتغلوا في ذلك، زي ما قلنا السي دي او اللي ايه سيدني او مثلا بوخم يونيفرسيتي او حتى الهيد ووركس في ان ذا ستيتس، وبرده في اشتغلوا في الار ان دي. طيب الريموفال ريتس، قلنا ان كل حاجه ليها ريموفال ريتس، ولابد نعرف ان السوليد ريتينشن تايم ليه علاقه بالريموفال ريتس. فاذا في كورليشن بين الريموفال ريتس وما بين يا جماعه وما بين الريتينشن تايم بتاع الايه بتاع البايوماس. يعني لو اشتغلت على 8 ايام غير لما اشتغل على 12 يوم. واحنا ادينا مره جدول ازاي ان انا اقدر احمل للبي او دي حسب البرفورمانس اللي عاوزه والريت اللي عاوزه. طبعا بالاضافه للسيرفيس اريا بتاع البايوماس لازم تحسبها كويس، والفوليوم بتاع البايوماس، ودي كلها الهولي باديز غير الايه السوليدز، غير البروتكتد، غير الكوريجيتد، غير الفلات. برضو الكونكلوجن ان التشيبس البورس ليها ريموفال افشنسي اعلى، الايموبلايزيشن والفوليومتريك كارير كحد ليها حسب الفندور او حسب السبلاير او المانيفاكتشر. برضو الموضوع ان احنا بنقول قد ايه سبيسيفيك سيرفيس اريا بالنسبه للميديا. تاني حاجه لابد ان احنا نعرف ان الديزايننج بتاع الويست ووتر تريتمنت بلان ان انت بتعتمد على الكارير بروتكتد سيرفيس اريا، كارير بروتكتد سيرفيس اريا. طيب هنا احد الامثله بتاع الجزء بتاع الام بي بي ار اي فاس، وطبعا استخدم فيه هنا بايو تشيب. البايو تشيب الحقيقه دي تشاينيز، يعني هي البايو تشيب 25. هنا احد المحطات دي خدناها ككيس ستادي، ان هو وصل ل 10 مللي جرام بي ودي و15، وامونيا طلعت 3. المحطه دي حوالي 3.4 ميجا جالون، طبعا ده كامريكان جالون، وقدر خلال البيك اور يوصل لتسعة ميجا جالون، يعني الضعف، يعني مرتين ونص. فخلي بالك هو وصل لهنا مرتين ونص. لو بصينا ازاي عمل الكلام ده، ادي اللي طبعا اللي خلي بالك الرياكتور هنا عباره عن ايه، يعني عباره بيسموه كوينيكا، او ان هو الجزء بتاع الاريشن جوه والجزء بتاع الكلاريفيكيشن بره. برضو هنا الهيد ووركس عملت احد الحاجات الاستراكشر، استخدام برضو الفلتريشن بعد او الديسك فلتريشن كموضوع بعد الكلاريفيكيشن. برضو استخدام محطه 4.5 ميجا جالون وصل ل 13. الحقيقه دي عاليه جدا، يعني وصل ان هو خلال بيك اور لكباستي وصل ل 13.5 ميجا، اكتر من يعني وصل لثلاث اضعاف.
احد المحطات قدر يزود بنسبه 33%. استخدم برضو الميديا بتاعه الهيد ووركس، وهنا طبعا عمل ريتروفيتنج للجزء بتاع البامبنج والكلاريفاير، يعني غير في الكلاريفاير. من ضمن الادفانتج بتاعه الكيس ستاديز دي ان هو عمل اكسبانشن للمحطه بدون ما يزود الايريشن، وقدر ان هو يعمل ريموفال للفوسفيت والنيتريت، وكمان قدر يقلل الجزء بتاع الهيدروليك ووش اوت، وبالتالي زود الريزيستنس بتاع الفوليوم. شوف انت لو بص كده في تحت، انا هدي لك برضو اكسباندد ازاي حط الميديا دي اهي. ركز كده الجزء اللي حطه، شفت الميديا في الجزء بتاع الاريشن هنا باينه تماما. شوف السيستم ده جميل، انا عاجبني السيستم ده يا جماعه. طبعا نشكر الدكتور ليون الحقيقه، السيستم ده وانا حاطط اسمه على الصوره لان ده حق يكتسب ليه هو، واحنا بنستفيد منه ونقتبس. هنلاقي ان السيستم كان الكلاريفاير سلاج بالكينج رهيب. بص كده جوه الكيس ستادي دي جميله جدا. يعني السيستم في الاول كان في عنده فيلير في البايوماس، ولونها لونها ايه؟ بني غامق. يعني الجزء بتاع الكلاريفيكيشن يعني خزان جوه خزان، خزان الكبير من بره اريشن، والخزان اللي جوه كلاريفيكيشن. والسيستم ده جميل جدا جدا. يعني السيستم ده ان انت تعمل حوض التهويه من الخارج وحوض الترسيب من الداخل، بتعمل كونيكال كلاريفيكيشن اند اريشن. لو بصيت كده هو عامل الميديا هنا، وطبعا الميديا هنا بالنسبه له عامل الشيتس، يبقى اذا عملها فيكست. والكونستراكشن ده كان 2005 وعمل ستارت اب، يعني بقى له اكتر من 15 سنه، وقدر يوصل بالانيروبيك ستيج الفوسفيت ريموفال مع 1 مللي جرام، ودي نسبه عاليه جدا. وطبعا قدر يعمل البي ان ار، يعني يعمل دي ناتريفيكيشن. والمحطه وصلت للكاباسيتي بتاعه الريموفال 4.5 ميجا جالون بير دي. بعد التشغيل ورانا شوف بقى الموضوع اختلف تماما. شوف اللون بقى فتح معاك، اللون فتح معاك بدل ما كان داكي، يبقى البايوماس اشتغلت. شوف اللون بقى، شوف البراونش يا جمالك يا صرف صحي. هتلاقي ان انت السيرفيس اريا بتاعتك بتاعه الاريشن ما فيهاش بابلينج، يبقى معنى ذلك الاريشن سيستم شغال كويس. طبعا الستارت اب بدا ب 1.8، وكان الام ال اس اس استخدمه 2500، درجه الحراره كانت 20 درجه، وعمل بقى الايكويفالنت لما ازود يبقى هنا بقى دخل بقى الايه الاي فاس، يبقى اذا قدر يشتغل على التوتال 6000 مللي جرام. يبقى هو ده بقى ايه الاي فاس مع الام ال اس اس، رفع ليه ل 6000. شوف من 2500 انت هو في الكونفنشنال صممه مع 2500، بعد ما عمل الانتجريشن من الاي فاس ب 3500 الانتجريتد كام يا جماعه؟ بقى 6000. ده اللي انا عايزك تفهمه النهارده، انك انت عندك بايوماس لودنج بناء على الايه الام ال اس اس في السسبنشن 2500، دخل الام ال اس اس مع الاي فاس عمل انتجريشن، زود 3500 كونسنتريشن، اصبح الام ال اس اس افتر انتجريشن باي فيكسد فيلم باي 6000. فيكسد يعني مش دايناميك ميديا. ماشي يا جماعه؟ طيب في النهايه اللودنج بتاعه قدر يوصل ل 45، يبقى اذا اللودنج وصل عالي جدا. وطبعا لو عمل البرفورمانس كربونيشس طبعا ما يشتغلش بي او دي ولا توتال بي او دي، يبقى قدر ان هو في 2005 لغايه ما يعني ادانا يعني لغايه جانيوري يمكن 09 2009 ادانا البرفورمانس بتاعه الازاله بتاعه الايه الكربونيشس بي او دي، كانت داخله عنده قد ايه وخرجت قد ايه. اعلى حاجه 15، اعلى حاجه في البي او دي 15. طبعا كان داخل 7 دايز وقاس هنا بي او دي 7، يبقى شفت انت هتلاقي عندك كان مرتفع ازاي. برضو هنا لو جيت بصيت للجزء ال 7 دايز هتلاقي الافلونت هنا، واخد بالك ازاي اختلف معاك.
والانفلونس شوف الكواليتي بتاعته ازاي، يعني ايه 25 يبقى اذا حصل ريموفال. برضو لو جينا بصينا للانفلونس برضو كواليتي تاني بالنسبه للفوسفيت، الفوسفيت نزل ل 2 2.5، كان عامل ريليز هنا وعامل وصل ل 35. يبقى اذا الدسكشن هنا ان انت عملت كنترول على ام ال اس اس 2500 3500 6000، زودت الاورجانيك لود، وصلت بالمحطه للزياده بقى هاي ليفل اوف ريموفال اوف كاربونيشس بيونيل. طبعا هنا بعض الامثله عن الكاريرز وبعض الامثله عن الشركات، يعني زي شركه سويس من احد الشركات الفرنسيه المنتجه لهذا السيستم وليها نو هاو خاص بيها. حبيت اضيف بعض السلايدز كنهايه عن هذا السيستم. ده يتبع سويس او اللي هي اكس دي جرامو. برضو هنا بعض الكيس ستادي عاوزك تبقى تقراها، والكيرفات ازاي عمل بايلوت سكيل للاس بي ار، يعني عمل للانوكسيك وبعد كده عمل للاوكسيك او رياكت والميكسينج وبعدين عمل للديكانتنج. وبعدين هنا كومباريزون حطته لك، ايه الفرق بين الام بي بي ار وبين الاي فاس، تقدر انت تشوفه. تصميم برضو الاريشن، اديتك هنا معدلات الاريشن، برضو دي معدلات الام ال اس اس حسب درجات الحراره المختلفه والسبيد بتاعت الميكسينج. برضو نوع الميديا بي بي سي ولا فابريك ولا بولي بروبلين او سبانج اللي هو السفنج يعني. برضو البارامترز بتاعت الاي فاس اللي عاوز تستخدمها هنا، ده ريفرنس ليها. الميثودز بتاعت الايه الاكزامينيشنز، بايلوت ستادي. برضو انا طبعا الحاجات دي كريفرنس للليتشرز. طبعا هنا التصميم لازم تعرف الكورليشن بتاع التمبريتشر وبتاع البريشر في تصميم الاريشن، الالفا والبيتا قد ايه. هنا برضو الام بي بي ار ومستخدم بعد كده ام بي ار، بس خلي بالك الام بي ار هنا للكلاريفيكيشن، للكلاريفيكيشن افتر ام بي بي ار. ده ام بي بي ار ام بي ار يعني من برين للكلاريفيكيشن. كروجر سيستم من احد السيستمز الهايله، فيوليا كروجر سيستم، وتطبق الحقيقه يعني تقريبا في مصر. والاي فاس زونز ازاي والمعدلات بتاعتها، والكونكلوجن هو المحطه دي حوالي 30,000 متر مكعب. ازاي اعمل انتجريتد سيستم بقى؟ طبعا ده للفول سكيل اللي هو في الاندستري، ان شاء الله هيبقى احد الكورسات في الابلايد دبلوما اللي هو الاندستريال ويست ووتر تريتمنت. بعض الكومنتس على الكاريرز ضفتها لك، كومبليت ميكس ازاي تعمله، الاكتيفيت سلاج تايب، السلاج فوليوم اندكس قد ايه، 100 ولا 150 ولا 200، الفوت برينت قد ايه، هيدروليك ريتنشن تايم. هنا برضو بالنسبه للبي او دي ريموفال ازاي تعمل كومبليت ميكس مع الاكتيفيت سلاج، وتحط البري انوكسيك بقى، تحط بري انوكسيك قبل الايه، قبل الايريشن عشان تعمل الدينيتريفيكيشن. دي الحقيقه شركه باي ووتر، وباي ووتر برضو حطيت لكم بعض الريفرنس بتاعتها، وده الموديل بتاع الايه بتاع الرياكتور. وهنا بعض البيتنتس بتاعت البروسيس، ودي نفس الشركه باي ووتر. ده البايلوت، شايف على شماله بقى البايلوت، شوف الشغل الار ان دي هنا عندهم، ده البايلوت داتا. تقدر اللي عايز يعمل بي اتش دي يا جماعه يقدر ياخد التمبريتشر افكت ويشتغل عليه في البي اتش دي هنا، ويعمل بايلوت داتا وياخد نفس الفوليوم ده ويعمل المفاعل ده عنده في المعمل. وادي الهيدروليك بروفايل بتاع المحطه بتاع الام بي ار والبروس فلو دايجرام. وشكرا ليكم وعلى استماعكم ونشكركم. كده يبقى احنا انتهينا من الجزء بتاع الايه الاتاشد بروس، ونستقبل في خلال 10 دقائق الاسئله ان شاء الله. جزاكم الله خير يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك سامعني؟ سامعك. فانا كنت بحاول اعمل مداخلات معاك اثناء الشرح، يعني حضرتك ما كنتش بترد عليا، فكويس ان حضرتك سامعني. تمام. في بعض الاسئله موجوده. الصوت بس لو الصوت عندك واطي قوي. طيب حضرتك سامعني كده كويس؟ الو؟ لو تعلي بعد اذن حضرتك الصوت. طب لو المهندس محمد حسن الصوت واضح عنده، حضرتك ممكن تسمعني يا دكتور كويس؟ الصوت واضح؟
يعني مشكلة من عندنا. طب بس يعني انت علي شوية لان يظهر في مشكلة في يعني السبيكر او الصوت مش. طب الواضح الصوت اللي كان واصل لينا هو حضرتك كده سامعنا كويس؟ انا كده مش سامعك، مش مركز بالظبط لان الصوت اللي واصل لي مش واضح، فحاول تزعق شوية وخمس دقايق 10 دقايق معلش استحملنا يا استاذ محمد. لا تحت امرك يا فندم، تحت امرك. الله يبارك فيك، اتفضل. هو لو حضرتك تفتح الشات في اسئله، لو حضرتك مش سامع صوتي كويس. نفتح الشاتنج بس ليه الصوت واطي كده؟ يعني الصوت انا وصلكم كويس؟ صوت حضرتك وصلنا كويس. السبيكر واطي. طيب اتفضل. بالنسبه للشاتنج نقراها. بدل ام بي ار الانوكسيك. طب دي واحده يا جماعه، يعني كل واحد يدي السؤال والتاني يستنى لغايه ما نجاوب على السؤال. بالنسبه لموضوع الانوكسيك اللي هو ساله، ان الانوكسيك زي ما بنقول ان انت لو عندك عاوز تعمل اختزال للنترات اللي متكونه فبتضيف منطقه الانوكسيك قبل منطقه الاوكسيك قبل ما الاريشن. يبقى انت عندك اثنين ريسايكل للاكتيفيت سلاج، ريسايكل من الكلاريفاير، وبعد قبل الكلاريفاير بترجع الافلونت للانوكسيك بغرض اختزال الايه؟ النترات وتكسيرها النيتروجين والاكسجين، وده بيفيدني ان انا اخد كميه اكسجين زياده تقلل لي كميه الهواء في الاريشن. السؤال الثاني، طب ده شكر. في عند اسئله ثانيه؟ يعني بنعمل سكرولينج كده. بيقول ان البي او دي سيرفيس اريا لودنج جريد. احنا طبعا البي او دي سيرفيس اريا لودنج جريد باشمهندس مصطفى، ان هو في امبيريكال كيرف، واحنا عرضناه المره اللي فاتت، يا ريت تراجع ورك شوب نمبر 4، هتلاقي ان في ما يسمى باللودنج جريد حسب الريموفال بتاع البي او دي. فانا باخد، احنا المره اللي فاتت خدنا 7.5. يعني ايه لودنج جريد؟ يعني اس اي ار ال، يعني 7.5 كيلو جرام بي او دي على اليونت سيرفيس اريا. طيب سؤال ثاني، مع الام ال اس اس ازاي اعمل قياس للكارير؟ لا انت قصدك بقى تعمل قياس للبايوماس اللي على الكارير مش للكارير. ما الكارير انت عارف حجمه، انت قيست الكارير وعارف حجمه وعارف البويز ريشيو اللي فيه. ازاي تعمل قياس على الجزء بتاع البايوماس؟ انك تاخد عينه وتاخدها مايكروسكوبيك وتشوف الفيجوال بالنسبه لها. يقول ازاي نحول احواض كاروسيل بها هوايات سطحيه مع وجود الايفاس بالرغم في مسارات خرسانه وتركيب ديفيوزر. الحقيقه دي كانت حاله موجوده في احدى المحطات في مدينه، يعني من احدى المدن في جنوب مصر او شمال الصعيد، ما يسمى بشمال الصعيد ابر ايجيبت، ان السيرفيس اريتور هو موجود في الكونفنشنال، كانت عاملاه نوب واسد او الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي، ان هو دخل بايبنج بولي ايثيلين، والبايبنج دي دخلت فوق السيرفيس بدون ما يكسر في الخرسانه، ان هو بيقدر يعمل عمليه دروبنج للليج رايزر وبيعمل ديفيوجن وما بيكسرش الخرسانه ويثبتها بيفوتس او ببراكتس جوه، وبيحط الكونكشنز بتاعت الديسك ديفيوزرز وبيبتدي يعمل الكلام ده. بس لازم تعمل طبعا شات اوف للاريشن وتفضيه تماما وتنظفه. سؤال بيقول ممكن ازاله الام بي بي ار لملوثات الادويه فيها؟ طبعا المحطه لابد ان انت تعمل زي ما قلنا اهم حاجه في بدايه الحلقه، دبل اي سي، دبل اي سي اللي هو اللي بنسميها انترنسك، انترنسك للانفلونت كاركترايزيشن. فبقى لو ادويه هعمل تحليل لمده 7 ايام واشوف امكانيه ازاله الكلام دوت وزن الام بي بي ار. بيقول الكارير متشبث، هل يؤثر ذلك دي اتاتشمنت على السلاج ايج؟ طب ما احنا بنعمل مينيمم سلاج ايج يا ريس. ها باشمهندس منصور، سؤالك ان انت اوريدي بتعمل الديكي ريت، ان انت بتعرف قد ايه سلافنج، فبتحسب في الاي فاس المينيمم سوليد ريتينشن تايم، المينيمم سوليد ريتينشن تايم
وتدخل فيه الاكس بتاع الكونسنتريشن والكيو والفوليوم والفوليوم بتاع الليكويد اللي موجود عندك. سؤال بيقول ايه الديفرنس بتوين انوكسيك اند انارابيك؟ انت كنتش حاضر معنا من البدايه باشمهندس محمد سالم. باشمهندس احنا قلنا الانارابيك ازاله لا هوائيه ودي للفوسفيت بكسر فيها فوسفيت. الانوكسيك ازاله للنترات بشرط ارجاع النترات للدينيتريفايز. افلو سلاج بلانكت من باشمهندس حسام السيد، انا شغال على المشكله. طبعا احنا عندنا اكبر محطه اتعملت في صنهور في الفيوم وانا اشتغلت عليها، واحد الدكاتره في يعني الشركه القابضه اشتغل عليها البي اتش دي بتاعته، والحقيقه دول كانوا الهولنديين الدي اتش بي. فالحقيقه الابلو سلاج بلانكت تتمثل ان انت بتعمل ثيكنس كبير او البايوماس انارابيك والفلو بيجي من تحت، فاختراق الفلو خلال البايوماس الانارابيك بيعمل ازاله كبيره جدا. بس الحقيقه يعني في سيستم هيحصل له ستارت اب قريبا ممكن تاخد الداتا منه، عشان انت اللي بتقول شغال دكتوراه على الموضوع ده، ترجع الفيوم محطه صنهور مع شركه الفيوم اللي هو هشام دره، ومن خلال الكيس ستادي تقدر تشتغل عليها، والجماعه يرحبوا بيك ان شاء الله في الفيوم كبايلوت ستادي على الاوبريشن. بيقول السلاج برودكشن، طبعا السلاج برودكشن كفيرتلايزر الفوسفيت فيه مهم، وانت لو عاوز تستخدم الفيرتلايزر مفيش داعي بقى تشيل الفوسفيت. انا بشيل الفوسفيت امتى؟ هرمي على ميه عشان امنع النيوتريفيكيشن، امنع الالجي جروث. طالما انا مش هرمي على ميه ما اشيلش الفوسفيت. بيقول ال 5500، لا احنا وصلنا هنا في السيستم 6500 اللي هم 2500 بالنسبه للجزء ده طبعا كسي او دي، واخد بالك؟ طبعا لو السي او دي زاد عن 800 او 700 في مشكله في السيستم، يبقى في اندستريال ويست. يقول هي ممكن تقليل ظاهره من خلال ظاهره ايه؟ البحر، لعاب البحر. التيزك اليوتريفيكيشن، لو انا ظاهره اليوتريفيكيشن اللي هو اللون الاخضر اللي بقى موجود في البحر ده نتيجه للفوسفيت وللنترات ونمو الطحالب الالجي بلومز، فنقدر نعمل ايه؟ ريموفال للفوسفيت والنترات فما يحصلش هذه الظاهره. كده في اسئله تانية يا جماعه؟ ده كان اخر سؤال اللي هو خاص بالنيوتريفيكيشن. سؤال من عمر موسى، هل يتم استخدام السلاج اكتيفيت سلاج كفرتلايزر؟ ده نفس السؤال اللي فات، ان انا بقول لو استخدم السلاج كفرتلايزر ما اشيلش الفوسفات، اخلي الفوسفات عشان استخدمه في الفيرتلايزيشن، اما لو هرمي الميه على البحر يبقى اشيل الفوسفات عشان ما اعملش ايه؟ ما اعملش يوتريفيكيشن. فاضل ثلاث دقايق كده، لو في اي اسئله ثانيه يا جماعه. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، حضرتك سامعني؟ سامعك كويس كده. انا بس هعمل كونكلوجن لثلاث نقط يا جماعه. اتفضل. اول حاجه الورك شوب ام بي بي ار رقم واحد، ان الكونسبت بتاع الاتاتش جروث تراجعه مهم جدا. بعد كده الورك شوب اللي هي ثالثه اللي هي رقم اربعه اللي هو تصميم الام بي بي ار بناء على الاس اي ار ال، وبعد كده ازاي اطلع الكارير وازاي اطلع معدلات الازاله والافلوانت كواليتي، بعد كده ازاي احسب حجم الليكويد والريتينشن تايم، وقلنا ريتينشن تايم للافريج يقصد بيه الليكويد ريتينشن تايم ناقص حجم الفويدز ازودها. بعد كده نوصل لموضوع الاي فاس، ازاي تعمل بالانسنج للاي فاس وكام ال اس اس وكاي بايوماس وكسوليد ريتينشن تايم. يقول ممكن المحاضرات تتحمل على جوجل درايف؟ ما يا جماعه المحاضرات احنا بنبعتها على الواتساب. الباشمهندس محمد مشكورا يبقى يقدر ينزل المحاضرات السابقه البي دي اف او الرابط بتاع اليوتيوب. جزاكم الله خيرا واشكركم شكرا يعني جزيلا، وان شاء الله نترقب الاعلان المقبل عن الباشمهندس محمد علي بارك الله فيه، نزل على طول مباشره اليوتيوب لينك بتاع الووتر ترندز اللي فيها الخمس حلقات او الخمس ورك شوبس. طبعا نذكركم في نهايه الحلقه في خلال دقيقتين ان الابلايد دبلومه سوف نتناول فيها ثلاث مستويات للسيرفس ووتر والبلاننج والديزاين بتاع الانفراستراكشر فور ووتر سبلاي سيستم، والمستوى الثاني هيبقى السيوريج سيستم والويست ووتر تريتمنت، وهناخد فيها مودلز
والمستوى الثالث ان شاء الله لو قدر لنا الحياه باذن الله تعالى يبقى لنا الاندستريال ويست ووتر والاوبريشنال، زي ما قلنا موضوع الاوبريشن بتاع المحطات والترابل شوتينج بتاع المشاكل التشغيليه اللي بيقابلها الاوبريتور خلال ستارت اب او الايه خلال المينتنس، المينتنس اللي هو خلال السنه، وعمليه البالانسنج ازاي تفضي حوض وازاي تملى حوض وازاي تعمل باي باسنج وازاي تعمل ديتنشن وازاي تعمل كلين اوت وازاي تعمل ووش اوت وازاي تعمل سلافنج وازاي تشيل البكتيريا. انا بعض البكتيريا بتبقى لازقه في الحيطه ولازم تشيل البكتيريا عشان تعمل انتجريشن لسيستم جديد زي الاي فاسك. وبالتالي كده يبقى ده مفهوم الابلايد كورس، وننتظر منكم ان شاء الله يعني المشاركه معانا في الابلايد دبلومه، وان شاء الله يعني يكون في توسع في مواضيع ان احنا نعمل ساعه خلال كل حلقه لاوبن ديسكشن بقى، كل واحد ممكن عنده مشكله في كيس ستادي معينه في اي مشروع او في اي بروجكت ويعرضوا معانا وناخد الاراء على عمليه التطوير، ونعمل ما يسمى حاجه بيسموها البرين ستورمينج. البرين ستورمينج ده اول مره يطبق في الابلايد كورسز، ان احنا بندي كل 10 ساعات 10% ساعه للبرين ستورمينج، ان كل واحد يحط الايديا ويحط الايه المشاكل وازاي تعمل ترابل شوتينج للمشاكل، وتبقى عندك اكسرسايز هاو تو سولف ذا بروبلم. اشكركم جميعا وبارك الله فيكم، ونحمد الله ان هو تم لنا هذه الايه الخمس اللي هي الخمس ورك شوبس، ونشكر اداره المنتدى والراعين على هذا العمل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خير يا دكتور، وربنا يفتح عليك ويجزيك كل الخير. اتفضل يا دكتور. شكرا جزيلا، شكرا مهندس محمد حسن، شكرا لكل الحاضرين، شكرا لشركه سول ووتر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.